الحوت الأزرق واحد من أكبر وأضخم الكائنات الحية الموجودة معانا على كوكب الأرض. في الفيديو ده هنتعرف على حقيقة الحوت الأزرق، وهل كان بيعيش على الأرض فعلا ولا لا، وإزاي صغير الحوت الأزرق بيرضع تحت المية، وأكتر الأشياء اللي بيخاف منها الحوت الأزرق، والطريقة اللي بياكل بيها الحوت الأزرق. كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. لكن قبل ما أبدأ حابب أشكركم جدا على دعمكم المتواصل معايا وعلى كومنتاتكم الجميلة دي. يلا بينا نبدأ الفيديو. خليك عارف إن الحوت الأزرق طوله بيوصل ل 30 متر، يعني تقريبا كده قد 3 أتوبيسات، ووزنه من 170 ل 200 طن. وزن لسانه لوحده بيعادل وزن فيل ضخم، ووزن قلبه بيعادل وزن سيارة، ممكن الانسان يدخل جواه عادي جدا. ومتوسط عمر الحوت الازرق من 80 ل 90 سنه. وعلى الرغم من ضخامه الحوت الازرق الا انه مش بيتغذى غير على حيوانات صغيره جدا تسمى الكريل، والكريل ده اللي هو الجمبري، وبياكل 4 طن في اليوم الواحد. والحوت الازرق ما عندوش اسنان زي باقي الحيوانات، عنده حاجه اسمها اهداب. الاهداب دي بقى بتعمل ايه؟ الحوت الازرق لما بيجي ياكل بيشفط كميه ميه كبيره جدا بالجمبري بتاعها، وبعدين بيضخ الميه تاني بره بقه، لكن الاهداب دي بتعزل الجمبري جوه بق الحوت الازرق، وهي دي الطريقه اللي بيتغذى بيها الحوت الازرق. والحوت الازرق زمان كان بيعيش على الارض، ما كانش بيعيش في الميه، وكان عنده 4 رجول، وكان ده شكله من 50 مليون سنه، لكنه قرر ان هو يعيش في البحر لانه بيتغذى على اسماك صغيره جدا وحيوان الكريل. ومع مرور الوقت بدا يتاقلم على البحر وبدا شكله يتغير، ومع مرور ملايين السنين وصل شكله لكده. ولحد النهارده الحوت الازرق ما يقدرش يتنفس تحت الميه، وده لانه عنده رئتين زيه زي اي حيوان بيعيش على الارض، وعلشان يقدر يتنفس لازم يطلع فوق الميه ياخد اكسجين وينزل مره تانيه. ورئه الحوت الازرق بتبلغ ساعتها 5000 لتر من الهواء، وعدد نبضات قلبه 25 نبضه في الدقيقه الواحده. اما بقى عن اكتر كائن بيخاف منه الحوت الازرق فهو الانسان، لان الانسان من سنه 1930 لحد سنه 1942 قدر يصطاد اكتر من 30,000 حوت ازرق، وده خلى حياتهم مهدده بالانقراض. وفي سنه 1966 تم وضع اتفاقيات وقوانين دوليه لحمايه الحوت الازرق من الصيد. نيجي بقى لاهم حته في الفيديو، ازاي صغير الحوت الازرق بيرضع تحت الميه. الحوت الازرق لما بيتولد طوله بيكون 7 متر ونص، ووزنه بيوصل ل 2 طن ونص، وفي اليوم الواحد بيزيد 90 كيلو، وبيحتاج ل 570 لتر من اللبن يوميا. وانثى الحوت الازرق بتشيل الجنين في بطنها من 10 ل 12 شهر، وبتخلف كل سنتين او كل 3 سنين. اما بقى حته ان ازاي الحوت الازرق بيرضع من امه تحت الميه، دي معجزه من عند ربنا. انثى الحوت الازرق بتضخ اللبن بتاعها تحت الميه، وبيجي الحوت الازرق الصغير ده يشرب اللبن من الميه عادي جدا. اما عن صوت الحوت الازرق فهو واحد من اكبر الاصوات اللي ممكن تصدرها الكائنات الحيه على وجه الارض، توصل من 10 ل 40 هرتز، وده صوت الحوت الازرق الحقيقي. اسمعوا كده. وصوت الحوت الازرق بيعتبر تواصل مهم جدا بين الحيتان، بيستخدم للتواصل مع افراد المجموعه الاخرين، والتعبير عن المشاعر، والتوجيه اثناء الهجره، والبحث عن الغذاء والتزاوج. لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه.